Nextcloud Hub. Nextcloud Hub هي مجموعة تعاون المحتوى الكامل لإدارة كل مستنداتك واتصالاتك. حزمة كاملة خالية من أي عبارات للتحدث. باستخدام ملفات Nextcloud يمكنك إدارة كل ملفاتك ومستنداتك. يمكنك التنزيل والتحميل، عرض الصور وتحريرها. يمكنك العثور على كل شيء مع البحث في النص الكامل وعن طريق وضع علامة. وبالطبع يمكنك مشاركة المستندات والتعاون مع الآخرين، على سبيل المثال مع كارل باوليت نيكي والمزيد في الوقت نفسه. في Nextcloud Photo يمكنك العثور على كل الصور ومقاطع الفيديو وعرضها تماما مثل هذا. أوه لطيف. في Nextcloud Talk يمكنك الدردشة مع الآخرين، العمل على المستندات وحتى إجراء مكالمات صوت وفيديو كما في المكتب الحقيقي، وأفضل ما يمكن المشاركة فيه حتى من هاتفك المحمول. في تقويم الشبكة السحابية يمكنك إدارة المواعيد ومشاركتها ومزامنتها مع هاتفك وأسطح المكتب. أوه أحتاج لإجراء مكالمة سريعة، ولكن أين الرقم؟ بالطبع في جهات الاتصال. في جهات اتصال Nextcloud يمكنك عرضها وإدارة كل جهات الاتصال ومشاركتها. وبالطبع يمكنك أيضا تكوين مجموعات استنادا إلى الموضوعات كما هو الحال في خط مجموعة الرقص هنا. هي. يمكنك قراءة وإدارة رسائل البريد الإلكتروني، ولكن هناك أيضا ميزات ذكية مثل اكتشاف دلائل الرحلات، كما تتضمن لوحة الوصول Nextcloud مجموعة مكتبية كاملة المزايا تتيح لك تحرير كافة المستندات في مكتبك مع الآخرين. هل تتذكر كارل باوليت وميكي؟ ها هي مرة أخرى. Nextcloud Hub هو النظام الأساسي الفعال للتعاون في المحتوى الذي يتضمن كل الميزات التي تحتاج إليها. وبالمناسبة إن مركز Nextcloud بأكمله مفتوح المصدر ويمكن تشغيله محليا، وبالتالي يمكن التحكم في بياناتك الخاصة وبياناتك السحابية. Nextcloud.